جاء في الحكمه برقم 106 من نهج البلاغه من قسم الحكم عن علي عليه السلام انه قال لا يترك الناس شيئا من امر دينهم لاستصلاح دنياهم الا فتح الله عليهم ما هو اضر منه الا فتح الله عليهم ما هو اضر منه الامام عليه السلام هنا يشير الى حاله معينه يقع فيها التزاحم ما بين مصلحه دنيويه منفعه دنيويه وما بين امر الهي تكليف شرعي او شيء نهى الله عنه عز وجل وبالتالي يقع الانسان في حيره بين الخيارين لا يستطيع ان يجمع بينهما اما ان يلتزم بهذا واما ان يلتزم بذاك هنا الامام سلام الله عليه يقول لنا ما هو الخيار الذي يفترض بالانسان المؤمن ان يلتزم به لاحظوا اخواني اخواتي ليس دائما يقع التزاحم بين المصالح الدنيويه والاخرويه، ليس دائما، احيانا قد يجتمعان. لكن الامام عليه السلام يقدم هذه الحاله، هذا الفرض انه لو وهذا يحصل احيانا في حياتنا. لو حصل التزاحم ما بين المصلحه الدنيويه وما بين الامر الالهي، التكليف الالهي، النهي الالهي، هنا يقع الاختبار بالنسبة إلى الإنسان المؤمن إذا أدار ظهره للمصالح الدنيوية وأقبل على أمر الله أو نهيه أو التكليف الشرعي فمثل هذا الإنسان سيوفقه الله عز وجل لأن يجد خير الدنيا وخير الآخرة وأما إذا أخطأ الإنسان واختار ما هو مصلحه دنيويه بجلب منفعه او دفع مثلا مضره ترتبط بامور دنيويه تزاحمت مع تكليف شرعي او امر اخروي فحين ذاك هذا الاختيار الخاطئ لن يحقق له ما كان يتمناه او انه ما كان يتجنب وقوعه بالعكس سيجد ما هو اضر منه، يعني ستكون النتيجه عكسيه بالنسبه الى هذا الانسان. ناخذ بعض الامثله. الامام الباقر عليه السلام يقدم لنا مثالا يرتبط بالحج. روي عنه عليه السلام انه قال: ما من عبد يؤثر على الحج حاجه من حوائج الدنيا شخص مكلف بالحج هذه السنة عند كل الظروف كل المقدمات التي تجعله مستطيعا للحج ومكلفا بالحج اللي هو حجة الإسلام الحجة الواجبة وبالتالي هذا الإنسان في مقابل هذه الاستطاعة عند بعض المصالح الدنيوية الآن ترتبط بمصدر رزقه ترتبط بأمور أخرى وقع التزاحم بينها وبين أن يؤدي الحج ممكن في هذا الزمان هذه الصورة ليست واضحة بهذا الشكل باعتبار هالأيام تقدر تحج بأربع خمسة أيام تنتهي القضية لكن تخيلوا أيام أول الحج كان يأخذ ثلاثة شهور وأربع شهور ويمكن ست شهور بالنسبة لبعض الناس ما من عبد يؤثر على الحج حاجة من حوائج الدنيا الآن شوفوا النتيجة العكسية الا نظر الى المحلقين قد انصرفوا قبل ان تقضى له تلك الحاجه يعني راح تمر الايام والاسابيع والحاجه الدنيويه التي من اجلها ترك الحج لن تقضى له وسيجد أن الحجاج أنهوا أعمالهم خلصوا من عرفات الله كتب لهم المغفرة ولربما أعطاهم عتقا من النار ووجدوا برد العفو والتوبة والرحمة الإلهية وقضيت لهم حوائج الدنيا والآخرة وهو هذه الحاجة الوحيدة التي فضلها على الحج لم تقض له هذا مثال مثال آخر عن الإمام الصادق عليه السلام هل هالمرة عن الصلاة بعض الناس مثلا عنده مشاغل دنيوية معينة وحان وقت الصلاة يروح يصلي ولكنه يسرع يسرع في أداء صلاته لماذا؟ خوفا من فوات تلك المصلحة الدنيوية شي يقول الإمام عليه السلام على ما روي عنه إذا قام العبد في الصلاة فخفف صلاته قال الله تبارك وتعالى لملائكته: اما ترون الى عبدي كانه يرى ان قضاء حوائجه بيد غيري، هو يتصور قضاء الحوائج بيد الناس الناس هم اللي يلبون له احتياجاته والناس هم اللي يرزقونه، نفرض انه كان عنده مثلا محل تجاري. فصار وقت الصلاه يخاف انه يفوتون الزبائن فشي يسوي صلاه سلق بيض مثل ما يقولون اي كلام بسرعه بسرعه نقر الغراب خلصها بعض الشباب عندهم مباراه يتابعونها يخافون يفوتهم مثلا يفوتهم جول ولا شيء مثلا فتشوفه يقوم يصلي ابوه يقول له قوم صل قوم صل يقوم يصلي لكن ماكو كسرعه البرق انتهت الصلاه اذا قام العبد في الصلاه فخفف صلاته قال الله تبارك وتعالى لملائكته أما ترون إلى عبدي كأنه يرى أن قضاء حوائجه بيد غيري أما يعلم أن قضاء حوائجه بيدي هذا الخطاب إلهي أما يعلم أن قضاء حوائجه بيد الرزق بيدي أنا فعلى شنو خايف هذا أنا أضمن له صلى براحتك وانتهي من هذا التكليف الالهي ثم اقبل على دنياك مثال اخر من عندي بعض الفتيات بعض الاخوات مثلا تشوفون بان يتخلون عن الستر الشرعي عن اللباس الشرعي اللي نسميه الحجاب وقلنا اكثر من مره هذا المصطلح خطا الحجاب خطا مصطلح خاطئ هذا اللباس الشرعي يتخلون عنه إما ابتداء أصلا ترفض أن ترتدي وإما تكون لابسته وبعدين بعد مدة نشوف أنها نزعة الحجاب أو أنها تبقيه ولكن ما يبقى منه شيء في حقيقته يعني مقدار المكياج والتزين ونوعية اللباس وشفافية قطعة القماش اللي تضعها على رأسه كأنها سافرة لما يسألونها ليش يقول اخاف يفوت علي قطار الزواج اخاف ما حد يقبل علي انا اصير بتعبير بين قوسين جيكرة بعيون الرجال فيعرضون عن يعني عن ان يقدمون لخطبه يدها وتتزوج ويصير عندها بيت خوفا من مستقبلها الدنيوي طبعا ليس كل الفتيات هذه حجتهم لكن البعض سمعنا منهم مثل هذه الحجه بان انا لست جميله وكذا وإذا بعد وضعت هذا بعد واويلا هنا أمير المؤمنين عليه عليه السلام في هذه الحكمة المروية عنه يقول لهذه البنت ابنتي أنت مخطئة في فهم الأمور بهذه الصورة أنت تتصورين هذا الرزق اللي هو الزواج تتصورين أن هذا بيد الناس هذا بيدي أنا إذا تخليتي عن تكليفك الشرعي وأنت تدرين أن هذا تكليفك الشرعي لكن تقولين أنا خاف أن يفوتني هذا الأمر هذه المصلحة الدنيوية إذا أنت تركتي هذا التكليف الشرعي من أجل هذا الأمر ترى أنت ماخذ ما القرار الخاطئ لا تتصورين بأن هذا هو الذي سيأتي إليك بالزوج المناسب القضية أولاً ليست فقط مسألة زواج زواج استمرارية زواج سعادة في الزواج هذا الزواج لا يكون سبب لخسارة الآخرة زواج استمرارية الزواج السعادة في الزواج وإن ما يأثر على آخرة الإنسان هذا وايد مهم إن الإنسان لمن يقبل على الزواج يأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار وبالتالي أنت تتصورين أن التخلي عن هذا الأمر راح يوفر لك هذه المعادلة أنت مخطئة هذا الأمر بيدي أنا الذي أوفق مثل هذه الأمور لمثل وب... هذه الأمور وبالتالي وبالتالي لا سمح الله لو حصل شيء من هذا الأمر فحين ذاك إما أن تبتلى بالعنوسة وإما أن تتزوج والزيجة تكون فاشلة وإما أنها تتعرض للأذى من هذا الزوج وإما انها تبقى متزوجه ولربما سعيده في دنياها ولكن هذا الزوج يسلبها اخرتها تدريجيا الى ان تخسر الاخره في بعض الازواج من هذا النوع فاسق ما عنده اي التزام ديني انحرافات فكريه يصل الى حد الالحاد شوي شوي يسلبها دينها الى ان تصل الى حد انها تخسر اخرتها هكذا تخططين لمستقبلك الامام علي عليه السلام يقول المستقبل المظلم الذي هربت منه وقعت فيما هو اسوا منه ولذا دائما الانسان رجل امراه فتاه شاب دائما الامر الالهي هو الاول التزام الشرعي هو الاول تكليف الشرعي هو الاول اما استصلاح امر الدنيا فياتي في مرتبه متاخره، الا فتح الله عليهم ما هو اضر منه. هذا الكلام نجده في القران الكريم في قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا واحد اذا متورط بشيء اذا اكو ضائقه اذا في مشكله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذا واحد، اثنين ويرزقه من حيث لا يحتسب، سواء كان على باله هذا الامر، شوف الله يفتح له باب فرج والامور تكون حلاوه احسن مما كان يتصور. هذه صوره وتقابلها صوره السيده التركيه التي وقع بيتها على رأسها وعلى رأس بناتها الثلاث في الزلزال الاخير وعندما جاء المسعفون ليخرجوها رفضت ان تخرج قبل ان تحصل على غطاء الراس الذي تستر به شعرها وراسها هذا هو نموذج السيده المسلمه الحقيقيه التي تلتزم بامر الله تعالى حتى في مثل هذا الظرف العصيب نسال الله سبحانه وتعالى الرحمه لكل من قضوا في هذه الكارثه والشفاء العاجل للمصابين والصبر والاجر للمكلومين وان يوفقنا لاعانتهم باذنه تعالى